من عروس الشمال التركي طرابزون، عندنا اليوم مشروع راقي جدا، مشروع اسمه ليكا بارك. المشروع عبارة عن 3 أبراج سكنية، مشروع قمة في الرقي والحداثة. المشروع عبارة عن 3 أبراج زي ما قلت لكم، 84 وحدة سكنية مختلفة المساحات، الشقق الموجودة فيها 3 غرف صالة و4 غرف صالة وأيضا غرفة وصالة. الشقق اللي موجودة فيها الشقق سمارت هومز، اللي هو الشقق الذكية، يعني عن طريق التطبيق اللي موجود في الشقة عن طريق الانترفون، بالإضافة إلى التطبيق اللي نحطه في الجوال نقدر نتحكم بالأشياء اللي موجودة عندنا، فتحها وغلقها، المكيفات، الستائر، بالإضافة إلى الإنارات والحاجات الكهربائية، بالإضافة أيضا أنه التدفئة أرضية، وطلالات الشقة كلها طلالات البلوكات الأمامية على البحر مباشرة، يعني قمة في الرقي والحداثة. أيضا أزيد لكم حاجة ثانية، الخدمات المتوفرة فيها مسبح مغلق، بالإضافة إلى صالة الفتنس، الشلالات، المسطحات المائية والمسطحات الخطرة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة وأيضا الجوفنليك اللي هو السيكوريتي. ما زود عليكم، تعالوا نشوف على أرض الواقع الشقة النموذجية وطلالاتها وتفاصيلها على أرض الواقع. تفضلوا معنا. وصلنا الشقة النموذجية في هذا المشروع، شقة 3 غرف صالة بمساحة 187 متر مربع. أول ما ندخل الشقة عندنا دواليب، هذه راكبة وجاهزة، دواليب خاصة بالأحذية والعباءات، شيء فاخر من الآخر. عندنا هنا كمان شيء مميز غير موجود في كل الشقق، اللي هو المكنسة الذاتية المركزية، يعني ناخذ الخرطوم ونحطه في مكان التشغيل ونقدر نكنس الشقة كلها عن طريق الجهاز هذا أو المكنسة الذاتية المركزية. وأيضا الشقة هذه من الشقق الذكية، يعني موجود عندنا السيستم الانترفون هذا، أنه نقدر نحط التطبيق في جوالنا أو في التاب تبعنا ونستخدم كل شيء في الشقة زي ما نبغى عن طريق تطبيق الجوال. نتوجه إلى الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة تقريبا 35 متر مربع إلى 40، بالإضافة إلى الديكورات اللي موجودة هنا. بس الشيء اللي موجود أنه إذا أخذت الشقة، الديكورات هذه مهي داخلة من ضمن الشقة، يعني هذا يكون إكسترا، شيء إضافي تختاروها ويسووا لكم هي إضافة على سعر الشقة. الواجهة الأمامية زي ما انتم شايفين واجهة بحرية، شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. المنطقة منطقة كاشستو مقابل جواهر مول. نطلع للبلكونة، شوفوا مساحة البلكونة، كأني في غرفة جالس. مساحة كبيرة، أقدر أقول تقريبا 3.5 مساحة غرفة. واستمتعوا بهذه الإطلالة الحلوة الرائعة على البحر وعلى المدينة أيضا. البلكونة هذه زي ما قلت لكم مشتركة بين المطبخ والصالة. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. ما ننسى أنه الديكورات هذه موجودة من ضمن الشقة، بالإضافة إلى تمديدات المكيف موجودة أيضا. نتوجه إلى المطبخ. الدواليب راكبة بس الأجهزة الكهربائية مو من ضمن البيع. عندنا طاولة الأكل، يعني المساحة اللي نقدر نحط فيها طاولة سفرة. إذا تبغوا الأشياء اللي موجودة في الفيديو اللي انت شايفينها نقدر نطلبها إكسترا، في حاجات موجودة في حاجات غير موجودة نقدر نطلبها كإكسترا إضافية على سعر الشقة. نطلع من المطبخ نتوجه إلى تفاصيل باقي الشقة. يسارنا هنا على طول عندنا دورة المياه الأولى، وانتم بكرامة شوفوا الأدوات الصحية، الحاجات اللي منقينها، شيء فخم وراقي درجة أولى.
عندنا يميننا الغرفة الأولى، مساحات الغرف والديكورات والألوان اللي مستخدمينها شيء زي ما قلت فاخر من الآخر. نطلع نتوجه إلى الحمام الرئيسي التابع للشقة. شوفوا الأدوات الصحية المستخدمينها بالإضافة إلى الألوان، السيراميك يعني الرقي موجود في هذا الفيديو. يميننا عندنا الغرفة الثانية، مساحة الغرفة هذه نقدر نحط فيها سريرين أو سرير واحد زي ما هم حاطين، مكتبة، ديكور مختلف، ولها بلكونة صغيرة. البلكونة هذه إطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع وإطلالة الطبيعة. نطلع من الغرفة هذه نتوجه إلى غرفة الماستر. زي ما انتم شايفين غرفة الماستر غرفة النوم الرئيسية، مكان الراحة ومكان الهدوء اللي ينام فيه، ألوان متناسقة تجيب الراحة للعين، بالإضافة إلى ديكورات فخمة وراقية. ويسارا هنا على طول منطقة الدريسنج روم. الدريسنج روم هذا أيضا شيء إكسترا زي ما قلت لكم، مكان التلفزيون، الدولاب خاص بالتلفزيون، الشيء هذا كمان إضافي نقدر نحطه فوق السعر. وعندنا أيضا مكان للغسيل اللي هو غرفة الغسيل أيضا إكسترا، بالإضافة إلى المكان اللي أنا متواجد فيه، حمام تركي في غرفة النوم الرئيسية، وأيضا الشيء الفخم اللي هو الساونا. يعني الواحد في غرفة النوم هو قاعد يقدر ينبسط بحمام الساونا والحمام التركي وياخذ أحلى استجمام. فهذا المشروع الشخص اللي بيتملك يكون إنسان محظوظ. ليش؟ إنه الحاجات اللي موجودة في الشقة، الخدمات اللي موجودة، شيء راقي ولا أروع. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود تحت في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.